كنا نتحدث عن خطة العودة الآمنة للدراسة بجامعة الكويت اللي سيبدأ تسجيل الطلبة في الكورس الأول أعتقد غدا، وتطرقنا العديد واستعرض وزير التعليم العالي مع الإدارة الجامعية هذه الخطة، وكانت عندنا ملاحظات أنا أعتقد أنها مستحقة، وخاصة تنسيق فيما بين وزارتي أو التعليم العالي أو الإدارة الجامعية مع وزارة الصحة، على اعتبار أن كانت الخطة بناء على معلومة لم تكن الإدارة الجامعية عندها خبر على، يعني عرفتها منا احنا من اللجنة التعليمية، اللي هو الاشتراطات الصحية قبل كان تباعد مترين، الآن يفترض أن يكون متر متر، معناته ترجع العودة طبيعية، لأن المقاعد الجامعية السابقة قبل كورونا كانت تباعد فيها يعني متر إذا مو أكثر.